شلو يوسف كنعانا حسين دادا نورنا شلو يوسف حسين دادا نورنا شلو يوسف كنعانا لقيش دادا مختلو متهانا ما شاء الله مسجد نبوی میں گیٹ نمبر 7 پہ داخل ہو چکے ہیں ابھی ہم لوگ آپ کو حصہ حصہ خوبصورت نظارہ منظر بھی دکھائیں گے اور انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو حصہ حصہ سب کچھ دکھائیں گے ماشاءاللہ ابھی ہم لوگ ماشاءاللہ حرم شریف میں انشاءاللہ بھی تبرد مدینی واللہ تبت سفرین سرورد مدینی واللہ تبت سفرین سرورد مدینی تبرد مدینی معتبر دمدین ماشاءاللہ تبر دمدین السلام عليك يا رسول الله السلام والسلام عليك يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا رحمة للعالمين أسألك الشفاعة يا رسول الله السلام عليك أبو بكر الصديق رضي الله عنه السلام عليكم ورحمة فاروق أعظم رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبكي أمتي محبوب الرحمن بن شمس الحق طرف سے سلام قبول فرمائے عبد الحق بن صاحب الحق طرف سے سلام قبول فرمائے شمس الحق بن صاحب الحق طرف سے سلام قبول فرمائے سرورد مدینی معتبرد مدینی سرورد مدینی تبرد مدینی واللہ سرورد مدینی سرورد مدینی سرورد مدینی سرورد مدینی سرورد مدینی معتبرد مدینی واللہ سرورد مدینی معتبرد مدینی معتبرد مدینی معتبرد مدینی معتبرد مدینی سرورد مدینی
اعتبرت مديني واعتبرت مديني ولا اعتبرت مديني واعتبرت مديني ولا مجسر مدسر ارض مديني واعتبرت مديني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أسألك الشفاعة يا رسول الله السلام عليك يا رب الصديق السلام عليكم فاروق الزمن رضي الله تعالى اللهم صليت على إبراهيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أسألك الشفاعة يا رسول الله السلام عليك السلام عليك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى السلام عليكم الفاروق أعظم رضي الله تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعق أمتي إمام الحق بن عزيز الحق ولي الله بن عزيز الحق عزيز الحق بن صاحب الحق عبد الله بن سعد عزيز الحق كي طرف السلام قبول فرمائي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أسألك الشفاعة يا رسول الله أسألك الشفاعة يا رسول الله شفاعة يا رسول الله. السلام عليك يا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى السلام عليكم الفاروق أعظم رضي الله تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أمتي سيد الحق بن عبد الحق طرف سلام قبل فرعون عبد الحق بن صاحب الحق طرف سلام قبل فرعون سيد الرحمن بن عبد الحق طرف سلام قبل فرعون أسد الله بن عبد الحق طرف سلام قبل فرعون طلحة جان بن محبوب الرحمن طرف سلام قبل فرعون السلام عليكم 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 السلام